السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتمرين رقم 4، الفكرة إنه إذا ما يكون عندك مجموعة خطوط فيها أخطاء تم صناعتها، يعني نود أن نتخلص منها، يعني هذه الخطوط. فتمرين اسمه deleting lines. نروح مباشرة على deleting lines. اوكي، المطلوب هنا بالضبط انه click on the contours، نمشي على surface properties ونختار thin lines، بعدين edit surface delete line ribbons and select erroneous lines indicated previously. يعني انت هنا click one of the contours on the top view on the surface. هنا من 1 لـ 5 تقريبا الهدف انه والله نريد ان نغير المساحة في شكل مثلثات، يعني فقط هنيجي هنا اوكي بروبرتي، شفت هنا ايش عندنا بوينت جروب بريك لاينز وباوندري، هنيجي هنا اب نختار مثلثات اوكي. هنا في بعض المثلثات فيهم اخطاء مثل هذه المثلثات هنا، المثلثات اللي موجودة هنا، مثلث هذه الخطوط فوق أيضا، هذه نريد أن يتم يعني نعمل لها ديليت، بس مش ممكن تعمل ديليت، يعني يو سيلكت أند ديليت في هذه الحالة هتعمل ستتخلص من المساحة كلها. نعمل بريفيوس، أنت هتعمل يو سيلكت سيرفيس أوكي، تروح على إيديت سيرفيس وتعمل ديليت لاين، واضح؟ delete line هذه كل ما نحتاج I confirm فتتخلص منها. ممكن اعمل بالوحدة يعني ممكن اختار هذه I confirm بعدين اختار هذه I confirm بعدين اجي هنا مثلا هذا المثلث غريب الشكل اتخلص منه، هذا المثلث ايضا لما يكون عندك زوايا منفرجة كتير يعني في مشكلة في ال في المساحة، نفس الشيء هذا الخط وهذا الخط فيه مشكلة، ربطهم فيه إشكالية، يعني أنا ممكن أستعمل مثلا هذا المثلث بس مثلث المنفرج هذا الآخر لا، نفس الشيء هنا هذا العمل هذه عملية الربط هذه فيه إشكالية، هذه الخطوط كلها نتخلص فيها مرة واحدة هكذا. أيضا لو زومت أنا شوية هذا الخط وهذا الخط نتخلص منه أوكي. ماذا تبقى؟ تبقى هنا هذا خط أيضا في إشكالية، إيش في ثاني في هذا الخط أوكي، كل هذه الخطوط الشوائب نتخلص منها أب، هذا الخط أيضا تقريبا صار عندي شكل الطريق يعني جيد جدا أوكي. Now everything is good. طبعا انت يوبان يو دونت الاشياء اللي تشوفها انت فيها شوائب يعني تتخلص منها في هذا المستوى، في هذا المستوى انا ايضا تخلصت من اشياء في هذا المستوى اوكي. بعدين يو سيف اند كلوز.